السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة مع فضيلة. اليوم غادي نقترح عليكم تحلية اللي هي الباناكوتا، سريعة التحضير وكتجي بنينة للسحور وان ديسير من غير رمضان. نتمنى تعجبكم ونخليكم مع المقادير. كنحتاجو فيها 400 مليلتر ديال لاكريم ليكيد القشدة الطرية، و 400 مليلتر ديال الحليب، و 4 الوريقات تاع الجيلاتين، و 2 خنيشات تاع السكر فاني، و 120 غرام ديال السكر. وكنحتاجو الكولي تاع الفخيز اللي هو هذا، 200 غرام تاع الفخيز مع 2 معالقات كبار ديال السكر وواحد المعلقه صغيره ديال العصير الحامض. وانا غادي نوريكم دابا كيفيه التحضير. دابا غنديروا القشده الطريه وغنزيدوا عليها الحليب السكر سكر فاني، وغنديروهم فوق العافيه فوق النار حتى تطلع الغليه. انا غنوريكم كيفيه التحضير. درتها دابا فوق العافيه حتى تطلع الغليه، عاد غادي نحيدوها ونوريكم الجيلاتين كيفاش غنديروا لها. دابا غادي نخويو الماء بارد على الجيلاتين حتى تطلق، باش ملي يسخن لينا الحليب والقشده الطريه نهزو هاد الجيلاتين ونديروها فيه. دابا ملي طلعت هاد الغليه تاع الحليب غنطفيو عليه وغنزيدو عليه الجيلاتين، غنسقطوها شويه من هاد الماء وغنحركوها ونديروها في الكويسات. انا غنوريكم دابا كيف غادي نكبوها في الكويسات. دابا نخويو هذيك الباناكوتا في ليفيرين. بالنسبه للكولي انا داك الفخاز طحنتهم مع السكر، ملي كنخرج الباناكوتا من الثلاجه تنديرهم فوق منها. وبالنسبه لهاد الباناكوتا كتحتاج ما بين 3 حتى 4 سوايع باش كتوقف في الثلاجه، عاد كنزيدو عليها الكولي. انا غنوريكم في الاخر ملي غنخرجوها من الثلاجه كي غندير لها. ها هي الباناكوتا من بعد ما وقفات، كندير عليها دابا الكولي ديال الفخيز بحال هكا. كتخرج شي 10 الكويسات الا كانوا شويه كبار، ولا كانوا صغار تقدروا تخرج لكم اكثر. نتلاقاو من بعد في التقديم. ها هي الباناكوتا في طبق التقديم، نتمنى تجربوها. اللي ما متوفرش عنده الكولي تاع الفخيز يقدر يعوضو بلي فرومبواز ولا الخوخ ولا اللي متوفر عندكم في البيت. نتمنى تجربوها وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش لي جيم ولي بارطاج والتشجيعات ديالكم. وموعدنا ان شاء الله في وصفه جديده ان شاء الله، وشكرا لكم.